وهنا نستضيف معنا إذا سمحت لي سامي الطاهري الناطق باسم اتحاد الشغل التونسي. أستاذ سامي، يعني الحضور كان مكثف وكبير إنجاز التعبير، ما الذي تريدون إيصاله اليوم من خلال هذه المسيرة الوطنية؟ نريد أن نوصل في ذكرى الشهيد شكري بالعيد أن نبض الشارع ما زال حيا، وأن التونسيين ما زالوا يدافعون على حريتهم وأنهم لن يتخلوا عنها. صحيح أن اليوم خرجنا في ذكرى الشهيد شكري بالعيد من أجل المطالبة بكشف حقيقة الاغتيالات السياسية، ومن أجل أن قضية شكري بالعيد والبراهمي والأمنيين والعسكريين الذين تم اغتيالهم من قبل الإرهاب يجب أن تكشف وأن توضح. ولكن أيضا الرسالة الأهم هو أن الحريات لا يمكن أن نتخلى عنها ولا يمكن مقايضتها بأي ثمن مهما كان نوعه، وأن أيضا التونسيون خرجوا من أجل حقهم في الاحتجاج الذي اكتسبوه في الثورة ولم يقدمه أحد هبة له، وأنه جينا ندافع من أجل تطبيق بند من أهم بنود الدستور وهو ضمان الحريات، ضمان الحقوق والحقوق الاقتصادية والاجتماعية. أنت تحدثت عن الحريات أستاذ سامي، نستثمر وجودك معنا الآن وأنت تتحدث عن الحريات، كيف تفسرون التواجد الأمني اليوم؟ وهل كان هناك تعامل دعنا نقول يوصف بضبط النفس من قبل قوات الأمن سمحت لكم بالدخول إلى شارع الحبيب بورقيبة؟ كيف تصف لي المشهد؟ لا، المسألة ليست مرتبطة بضبط النفس، مرتبطة بإرادة المتظاهرين الذين أصروا على الدخول إلى شارع بورقيبة باعتبار أنه شارع رمز للثورة، رمز للحرية، وأنه رمز لسقوط دولة الاستبداد وسقوط دولة البوليس، ولذلك الدخول هنا كان مسألة حيوية وهامة. لكن التواجد الأمني المكثف يدل على خيار اختارته الحكومة والائتلاف الحاكم، وهو أن تواجه شعبها بالقمع وأن تستخدم الجهاز الأمن لا لحفاظ الأمن على التونسيين للتونسيين والتونسيات، لا لحماية الوطن، وإنما لقمع المتظاهرين من أجل أن يثبتوا مواقعهم في السلطة. يعني الاستعراض المكثف للقوات الأمنية دليل على رعب الائتلاف على أنه ليس له قاعدة حقيقية يمكن أن يدافع بها على وجوده السياسي غير الجهاز الأمني. أستاذ سامي، اليوم 10 سنوات على الثورة التونسية، وبقيت المشكلة الاقتصادية والاجتماعية، وكل شتاء يحدث احتجاج وتحدث مواجهات مع الأمن، كيف ستعمل الحكومة التونسية على حل هذا الملف العالق منذ سنوات؟ ما هو برأيكم الحل الأمثل لهذه الأزمة المستمرة منذ سنوات لم يجد إليها حل، لا التونسي في الشارع ولا من استلم الحكم؟ لا، التونسي لم يستلم الحكم حتى يجد عنده الحل. التونسي حله هو توزيع عادل للثروة. التونسي حله هو أن يكون له صوت ومؤثر في الخيارات الاقتصادية والاجتماعية. الحكومات التي تعاقبت كلها استغلت صوت التونسي في الانتخابات من أجل الحصول على مواقع في السلطة فقط، فيما بعد لا برامج ولا حلول ولا تصورات ولا مقترحات، فقط السلطة هي مطلبهم لا غير. لذلك الحل هي في أنه يكون للحكومات في المستقبل برامج اجتماعية، برامج اقتصادية، لأنه إذا استمرت هذا الوضع ستسقط هذه الحكومة كما سقط غيرها ولا يمكنها أن تستمر أكثر. وأنت تتحدث عن الحكومة، الآن هناك أزمة صلاحيات دعنا نقول، أو أزمة إنجاز التعبير دستورية، أين يكمن الحل؟ هل أنتم تدفعون باتجاه إيجاد حل مناسب لأن يقبل الرئيس التونسي بأن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية وتنتهي الأزمة؟ وهل تعتقدون بأن ما يجري في الشارع سيؤثر على الأزمة السياسية الآن بين رئاسة الحكومة من جهة ورئاسة الجمهورية من جهة؟ الأزمة الحالية فيما يتعلق بالقسم وبيتعلق بالإمضاء على قائمة الحكومة هي أزمة دستورية وليست أزمة سياسية، ولذلك لا يمكن حلها بقرار سياسي. القرار السياسي الوحيد الذي يمكن حلها هو من جانب الحكومة، إما أن تتنازل عن الأسماء التي قدمتها والتي حولها شبهات أو حولها تضارب مصالح، أو تستقيل، لا حل غير ذلك.
ولابد من أن نسرع بحل الأزمة، لأنه باستمرارها هو شلل للدولة وشلل لأجهزتها وعدم قدرة على حل ومجابهة المشاكل التي ينتظر الشباب اليوم العاطل المهمش المقصى، هو وكل الجهات في البلاد التي انتظرت 10 سنوات أن تحل قضاياها الاقتصادية والاجتماعية ولم تحل. إذن الأزمة هنا أزمة دستورية، ونحن لا نتصور أن الرئيس سيتراجع، لأنه في جانب ما له كثير من الوجاهة في علاقة بأنه في غياب محكمة الدستورية هو المفسر الوحيد للدستور وهو الضامن الوحيد للدستور. طب سؤال أخير أستاذ سامي، هل تعولون على الحراك في الشارع بأن يؤثر دعنا نقول إيجابا على إنهاء الأزمة القائمة؟ طبعا الشارع دائما ضغط، الشارع ضغطه إيجابي، هو السلطة المضادة، هو القوة التي تفرض على الحكام الاستماع إلى الشعب، إلى نبض الشارع، إلى انتظاراته وإلى احتياجاته اليومية والاقتصادية والسياسية. التحركات هذه والتحركات التي بدأت منذ ديسمبر الآن بكل ما قيل عنها هي تحركات ضاغطة تدل على أن الشارع التونسي لا يمكن أن يصمت ولا يمكن أن يعول أنه سيسكت على حقوقه. شكرا جزيلا لك الأستاذ سامي الطاهري الناطق باسم اتحاد الشغل التونسي والأمين المساعد أيضا للأمين العام لاتحاد الشغل التونسي.